بسم الله. بنكمل لسه الدروس. دلوقتي بندخل على حاجة مهمة جدا جدا اسمها النواسخ. النواسخ، النواسخ نوعين: أفعال حروف. أفعال وحروف. أفعال: كان، كاد، وأخوتها. حروف: إن، ولا، نافية للجنس. إن وأخواتها، ولا، نافية للجنس. طيب دي النواسخ، هناخدهم بالترتيب كده بالتفصيل. بس قبل ما اشرحهم، نواسخ ليه سميتهم نواسخ؟ بيدخلوا على الجملة الاسمية فينسخوا الاسامي، يغيروا الاسامي من مبتدأ لاسمها، من خبر لخبرها. طيب قبل بقى ما ادخل على النواسخ، يا ترى انت عارف حاجة اسمها انواع الخبر؟ مهمة، مهمة قوي. هيقول لي هات خبر واذكر نوعه. يبقى لما اقول لك الطالب ماهر، الطالب مبتدأ، ماهر خبر. لما اعرف الكلمة مباشرة خبر يبقى خبر مفرد. طيب الطالب في الفصل، الطالب مع الأصحاب، جار ومجرور، ظرف مضاف إليه، أيوه شبه جملة. الطالب يذاكر، نوع الخبر جملة فعلية. طب لو جالي خط تحت يذاكر أقول له خبر؟ لا طبعا، أساس الإعراب الكلمة اسم ولا فعل. يذاكر فعل ومضارع مرفوع بالضمة، والفعل هو، والجملة الفعلية في محل رفع خبر. طيب الطالب قلمه أزرق، الطالب مبتدأ، فين خبره؟ ينفع قلمه؟ ينفع أزرق؟ لا، قلمه أزرق مع بعض بنسميها خبر جملة اسمية. دي أنواع الخبر، مهمة جدا، سواء في أفعال المكنة وأخواتها، كذا وأخواتها، إن وأخواتها، حتى في نافية للجنس. أنا محتاج أنواع الخبر، المفرد والجملة والشبه جملة، محتاجهم. يجي لك في الامتحان هات خبر واذكر نوعه، هات خبر لحرف ناسخ، هات خبر لفعل ناسخ، هات خبر لناسخ واذكر نوعه. خد بالك من أنواع الخبر، مفرد، جملة، شبه جملة، خد بالك منهم. طيب تعال نشتغل بقى، هناخد النواسخ ناسخ ناسخ. نبدأ بإن وأخواتها. إن وأخواتها ست حروف: إن، أن، كأن، ليت، لعل، لكن. ست حروف: إن، أن، كأن، ليت، لعل، لكن. بقول للطالب أنا بخاف من دايما من كلمة ليت. في طلبة فاكرها من أخوات كان، اوعى تنسى، ليت من أخوات إن. طيب إن وأخواتها، كنت بقول لك من زمان إن وأخواتها نصابة. نصابة، لما أقول لك نصابة تنصب اسمها وترفع خبرها. يبقى لما أقول لك إن العمل شرف، عايز أعرف العمل، اسم إن منصوب بالفتحة، شرف خبر إن مرفوع بالضمة. طب لو قال لك أذكر نوع الخبر، ما خلاص عرفناها، مفرد، جملة، شبه جملة، شرف خبر مفرد. طب لو إن العمل يساعدك، جملة فعلية، إن العمل هدفه التقدم، جملة اسمية، إن العمل في المصنع، شبه جملة. أنواع الخبر اللي أنت حفظتها بقى. طيب إن وأخواتها نصابة، تنصب اسمها وترفع خبرها. طب إيه الإضافة في إن وأخواتها؟ إن وأخواتها لو اتصل بها ما، دخل معاها ما، لو دخل معاها ما تبطل عملها، عدا ليت، يجوز تعمل، يجوز تهمل. افهم كده معايا كلمة كلمة. إن وأخواتها لو دخل معاها ما، إن ما، أن ما، كأن ما، ليت ما، لعل ما، لكن ما، لو دخل معاها ما تبطل عملها.
تطل عملها ما عادش لها شغلها، ما عادش لها اسم ولا خبر. إلا ليتة، إلا ليتة ممكن تعمل ممكن تهمل. إزاي بقى؟ إن الصانع ماهر، إنما الصانع ماهر. اعرب الصانع في المثالين قبل ما اعرف. تعرف تعرب؟ قبل ما اعرب انا؟ ان الصانع اسم ان منصوب بالفتح. طب انما ما بتلغي عمل ان، مبتدا مرفوع بالضمه. طيب لو هي بقى ليتما الصانع ماهر وقال لك في الامتحان اعرب كلمه الصانع بكل وجه ممكن، تعرف؟ لك يا عربي صح. تعمل يبقى اسم ليت منصوب بالفتحه، تهمل مبتدا مرفوع بالضمه. طب لو حب كده يشوف ذكائك وقام قايل لك ليتما الصانعين مجدون، ليتما الصانعون مجدون، اعرب ما تحته خط. هنا بقى ما ينفعش قوي، هنا علامة الإعراب أجبرتني على إعراب. ليتما الصانعين منصوبة فشل مبتدأ، اسم ليت منصوب. طب ليتما الصانعون مرفوعة فشل اسم ليت منصوب مبتدأ مرفوع. هنا علامة الإعراب أجبرتني على الإعراب. أدي إنا وأخواتها، لو دخل معاها ما تبطل عملها ما عدا ليت. طب افرض سألك السؤال بصورة تانية، قال لي إنما المؤمنون إخوة، قال لي احذف ما، بسيطة ترجع إن النصابة تاني، إن المؤمنين إخوة، حس المؤمنين مش المؤمنون. طيب جاب لي جملة أعلى شوية أصعب شوية، قال لي إنما ينجح المجدون، احذف ما. حاضر ترجع ان النصابه، ما تقولش بقى ان ينجح، ان تنصب اسمها. يبقى انا عايز اسمها، عايز اسمها. المجدون فاعل مرفوع بالواو لينجح، تعكسها بقى، يبقى ان المجدين ينجحون، ينجحون فعل مضارع واثبت النون. واحده تانية، انما يفهم العاقلون، احذف ما، تبقى ان العاقلين يفهمون. طب لو قال لي انما هو مجد، احذف ما، ما حدش يقول لي ان هو، ايه ده يا عم؟ ايه ان هو دي؟ انه، ايوه. طب انما انا، ايوه انني. طب انما انت، انك. انما نحن، اننا. دي ان واخواتها، تنصب اسمها ترفع خبرها. لو قال لك نوع الخبر خد بالك. طيب افرض جات لك جمله زي دي، ان للطالب المجد هدفا، قال لي اعرب هدفا. ايوه عرفت ازاي ان هي اسم ان؟ ايوه بدايه الجمله شبه جمله. في طالب بيسالنا كتير امتى اعرف مبتدا مؤخر؟ ما دي زي مبتدا مؤخر، بس مبتدا مؤخر بالنسبه لان يبقى اسم ان. امتى اعرف مبتدا مؤخر؟ اسم ان مؤخر، اسم كده مؤخر. ببساطه ببساطه، بدايه الجمله شبه جمله، بدايه الجمله شبه جمله، اوعى تنسى دي. للعلم مجالات، عايز اعرف مجالات، جار ومجرور، بدايه الجمله شبه جمله. لدينا اهداف، اصلا اهداف لدينا، بدايه الجمله شبه جمله. يبقى اللي عايز يعرف مبتدا مؤخر، اسم ان مؤخر، اسم كان مؤخر، بدايه الجمله شبه جمله. قال لك اذكر نوع الخبر، حفظناها، مفرد جمله شبه جمله.
لا نافية للجنس. لا نافية للجنس حروف ناسخة. لا نافية للجنس عشان ما نتلخبطش، عشان ما نحكيش كتير. لو قال لك في الامتحان هات لنا فيه للجنس من البداية، من البداية دور على لا اللي وراها اسم نكرة. دي كلمة السر، ده المفتاح. دور على لا اللي بعدها اسم نكرة. لا أمان، لا بد، لا ري، لا شك. لا بعدها اسم نكرة، اوعى تنسى دي. يعني افهم كده يا استاذ لا اللي بعدها فعل؟ لا لا، اوعى اوعى، اسم نكرة اللي عايزها. طيب لا النافية للجنس، الحكاية بتقول لك لا النافية للجنس تعمل عمل إن. طب الحمد لله لسه أخدين إن في الفيديو. إن نصابة تنصب اسمها، ترفع خبرها. طب يا أستاذ تعمل عمل إن، ليه ما شرحناش مع إن وخلصنا؟ لا، هي بتعمل عمل إن بس محتاجة ثلاث شروط. ثلاث شروط. إن وأخواتها قوية، فتوات، نصابة، تنصب وترفع. انما لان في الجنس عشان تشتغل الشغلانه دي يبقى لها اسمها، عايزه ثلاث شروط. طب لو قبل ما اقول الثلاث شروط افرض شرط ما جاش، تهمل 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 تهمل. اول شرط اهو اسمها نكره، اسمها نكره. طب لو جه معرف تهمل. الشرط الثاني لا تفصل عن اسمها، لا ملزوق فيها اسمها، لا تفصل عن اسمها بفاصل. استاذ يعني ايه فاصل؟ فاصل يا حرف جر يا ظرف. طب لو جالي حرف جر او ظرف بعدها تهمل. الشرط الثالث لا تسبق بحرف جر، ما يجيش قبل لا حرف جر. طب لو جه تهمل، زي لما اقول لك بلا شك. عايز اعرف شك، ثاني اهملي لا الاول، هملت لا بشك. ايوه كده، اسم مجرور بالباء وعلامه جر الكسر. ادي الثلاث شروط. طيب لو شرط من دول ما جاش تهمل لا، تهمل لا. لا طالب مهمل، ما تيجي راجع الثلاث شروط، اسمها نكره تمام. لا تفصل، اي تمام اهي، ما فيش حرف جر تمام اهو. اصبحت لا هنا عامله ولا مهمله؟ عامله. اصبحت طالب دي اسم لا، يبقى سيادتك عرفت امتى هو اسم لا. بس ثانيه، اسم لا ثلاث انواع، ثلاث انواع، ودي اهم معلومه في الدرس. في اسم لا اسم مفرد مضاف شبيه بالمضاف. التلات عناوين دول ممكن يتشرحوا بصوره تعذبك في حياتك، وممكن يتشرحوا بصوره بسيطه، واحنا في ثانويه عامه بندور على البساطه. ربنا يكون في عونك على اللي عندك، عندك كتير قوي. طب ما تيجي نشرحهم ببساطه. المفرد، المفرد اعرفه ازاي؟ لو جالك لو اسمها وبعد اسمها مباشره خبرها، يعني يا استاذ ما فيش فاصل بين اسمها وخبرها، يبقى مفرد. لو جالك لو اسمها فقط وحذف خبرها يبقى مفرد. ما تديني مثال يا استاذ. اهو لا صانع فاشل بعد اذنك، فين اسم لا؟ صانع. في الخبر لا فاشل، في حاجه في النص هنا، يبقى مفرد. بساطه بساطه. طيب لا بد، لا ريب، لا جدال، لا محالة، لا مفر، لا عجب، لا أمان. أذكر نوع اسم لا، لو اسمها فقط يبقى مفرد. طب لما أحب أعرف بقى الناس دي كلها، اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. مبني المفرد الوحيد اللي تقول مبني، الاثنين دول منصوب. إذا اسم لا يا مبني يا منصوب، المفرد مبني. أكتر واحد جاب تاريخ الثانوية العامة المفرد مبني. اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. أكتر واحد جاب ثانوية عامة. يبقى لما أقول لك لا صانع فاشل، اسم لا مبني على الفتح في محل نصب.
لابد راي بجدال محل مفر عجب امان اسلام ما فتح محل نصب. طب لو هي فلا شك، قال لي اعرف شك. اوعى اوعى تقول لي اسمه جرب الفاء، عيب فاء مش حرف جر. امال قلنا ده الباء اسم لا مبني على الفتح في حد نصب جاب في ثانويه عامه دي. اوعى تقول الفاء حرف جر فاستدافيه الجمله جديده. ماشي طيب، المفرد اعرفه مفيش فاصل بين اسمها وخبرها او اسمها فقط وحذف خبرها. طب نيجي للمضاف والشبيه المضاف، اعرفهم ازاي؟ لو اسمها وبين اسمها وخبرها جالك فاصل بعدوا عن بعض، بعدوا عن بعض، يبقى ده مش مفرد، ده مش مفرد، يا مضاف يا شبيه بالمضاف. طب اعرفوا هما ازاي من بعض؟ هما ازاي؟ اعتمد على الله كده وافهم دي. الشبيه بالمضاف، شبيه بالمضاف بيكون غالبا منون ولا يتبعه مضاف اليه. امال المضاف نكره ورا مضاف اليه نكره. بص ايه الكلام ده؟ ناخد مثال، لا صانعا للمعروف نادم. اذكر له اسم لا الاول، هات لي اسم لا وخبره. فين اسم لا؟ صانع. فين خبر لا؟ للمعروف ولا نادم؟ نادم. قول لي بقى الاول ليه ما ينفعش مفرد؟ في فاصل اهو. يبقى ده يا ايه يا ايه؟ يا مضاف يا شبيه بالمضاف. طب بما انه منون شبيه بالمضاف. طيب لا صانع معروف نادم، اذكر نوع اسم لا الاول، حط دايره على اسم لا وخبر لا. فين اسم لا؟ صانع. فين خبر لا؟ نادم. ليه مش مفرد؟ في كلمه في النص اهو. طب ليه مش شبيه بالمضاف؟ مش منون. بقى دي ايه؟ مضاف. مضاف يعني وراه مضاف اليه بس يكون نكره. يكون نكره. طب عايز اعرف صانع وصانعا، طب انا قلت بالاول منصوبه. الاثنين اسم ده منصوب بالفتحه. بس. ببساطه. طيب تعال نجرب واحده صعبه. لا فاهمي قصه يفشلون. لا فاهمين قصة يفشلون. اذكر نوع اسم لا، احط دايرة، ادي اسم لا، ادي خبر لا، جملة فعلية، يبقى ده مش مفرد، في كلمة في النص اهو. واحد مضاف وواحد شبيه المضاف. حد فاكر تحذف النون الإضافة؟ اه فاهمي. فاهمي حذف النون الإضافة. طالما حذفت الإضافة بقى ده مضاف إليه. طب طالما مضاف إليه يبقى مضاف. طب ما حسبتش انه هنا شباب المضاف. طب عايز اعرف قصه في المثالين. الاثنين دول فاهمي وفاهمين اسم لا منصوب بالياء. ده مضاف. يعني ورا مضاف اليه. ده مضاف ورا مضاف اليه. طيب النون حد فاكر حاجه اسمها اسم فاعل عامل؟ هيفهموا. هيفهموا ايه؟ قصه مفعول به. اللي فيه نون اسم مشتق عامل. يا بيعمل عمل الفعل. ادي اسم لا، ادي لنا فعل الجنس. ركز على المفرد، ده اهم واحد، ده اهم واحد. لا صانع، لا بد، لا ريب، لا جدال، لا محاله، لا امان، لا عمل، لا شك، لا بد، لا ريب. اسم لا مفرد مبني على الفتح في محل، اوعى تنسى في محل نصب دي، ده نص الدرجه في محل نصب. الاثنين دول منصوب. الاثنين دول منصوب. طب اذكر نوع اسم لا. هات جمل وتوقف الفيديو وبعد كده تجاوب وتشغل الفيديو بعد كده. لا بائع يخسر. لا بائعا للبضاعة يخسر. لا بائع بضاعة يخسر. اذكر نوع اسم لا الاول. اه مفرد. لا بائعا منون شبه مضاف. لا بائع بضاعة على طول. ايوه كده مضاف لان ورا مضاف اليه. ادي اسم لها.